أربيل السلامة صرنا يا مولانا. صاروا علينا الشمشامة خلوناك اليتامة تحسبوا في القيامة. أواليب ضيعتوها بالدخان للسوها كيف بغيتوا تشوفوها. فلوس البلاد كاع عطيتوها للبراني عطيتوها زين راسي. مبروك عليكم التعادل. دابا كاين حظوظ اكثر للرجاء ان شاء الله. ارتحيتوا شويه بعد التعادل. مازال غنربحوا غادي يجي شي ما عندهاش راه مسالي ضروري الثاني مسالي اخيرا اش داك الشيء ضروري الثاني ياك اخيرا اجيش فينا يا مسالي راه شعل الله وراه 11 لاعب الله. ارتحيتوا شويه بهدف التعادل وراه السهل ربما كنا نخرجوا رابحين ربما كنا نخرجوا ساهلين بالفرشه وكلشي كاين الغيران وكاين التيران وكاين الفيران تخليهم الهضره فيران والفيران لا 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 كي هذا الراجا مزيان لا مزيان راه غادي على الاداء ان شاء الله غايجي بيدير بها ان شاء الله دخل لنا بن حليب وغربها فرحه بغيت بن حليب يدخل باقي بن حليب وباقي جبرو ان شاء الله الصوج مات باقي ان شاء الله وبيت ثاني غيش ما كنطقعش ملي وشمالي تسكو عزام في ويده لا لعبوا عليها ونجيبوها والله ما تروحي والله يا ربي واش نصاري كونوا جنة داري لعبوا عليها ونجيبوها والله ما تروحي والله يا ربي واش نصاري كونوا جنة داري لعبوا عليها ونجيبوها والله ما تروحي. اذا مشاهدينا كيف تبعتوا معنا مازالوا احنا من المنزل رجاوي 100% الانفاس يعني كنشوفوا كل شيء في التلفازه كل شيء كيشوف كل شيء كينتظر هدف الفوز يا رجاء البيضاوي باش يرتاحوا مرتاحين دابا بنتيجه التعادل لكن قال لك لا احنا خصنا نربحوا احنا بالمناسبه كنتمنوا دائما كنقولها حظ موفق لجميع الفرق المغربيه وحنا من قلب منزل مغربي نكررها بمنطقه 04 معروفه 04 معقل الرجاويين لالا مريم. اذا مشاهدينا في هذه الاثناء نودعكم ونخليو الشباب يتبع باريحيه مباراه الحسم بين رجاء البيضاوي والجيش الملكي ولنا عوده بعد قليل باذن الله تعالى في امان الله.